المكياج الصحيح بيبرز جمالك الطبيعي وما بيغطي. إذا حابين تعرفوا كيف منعمل مكياج اللا مكياج تابعوني. لأن البشرة الصحية هي الأساس في هاي الإطلالة، لازم نبلش بأساس نقي ونظيف وبنبدأ بالترطيب. الهدف من كريم الأساس هو توحيد لون البشرة مش لنغطيها، لهيك رح نستخدم طبقة رقيقة من البيبي كريم. الكنسيلر مهم لإخفاء التعب والهالات السوداء تحت العين. لنعطي البشرة الدفء ونتخلص من أي بهتان، نستخدم البرونزر على المناطق يلي بتلقطها الشمس، عضمتي الخد، على الجبين، الأنف والدقن. لبشرة نضرة وشابة بنستخدم بلاش وردي. من أهم العناصر اللي بتعطي البشرة الإشراقة والحيوية هي استخدام الهايلايتر على أعلى عظمة الخد والأنف لبشرة متوهجة مليئة بالحياة. ننتقل للعيون. بدل ما نرسم الحاجب رح نكتفي بأن نعبي الفراغات ببودرة خفيفة. أما بالنسبة للشفون نختار ألوان رقيقة مثل الشامبين ولون ترابي برونزي لعظمة العين. بنكمل باستخدام الأيلاش كيرلر لنرفع الرموش وبنحط طبقة مسكارا. وآخر شي بنحط ملمع الشفايف. هالمكياج مناسب لكل الأعمار ولكل يوم، تكوني حاطة مكياج من غير ما يبين إنك حاطة شي.